برهان غنية، مرحبا بيك برهان. مرحبا بك سلام، مرحبا بكل المستمعين. شنو حوالك؟ شنو الأمور خويا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. وينك خويا؟ هيك عندي عام تو بعدت على الكورة، كملت آخر عام في قفصة، تو عندي عام بريسك مرتاح. ما سمعناش بيك، بطلت ما عادش تحت حسمس هكا ولا كيفاش؟ بطبيعتي ما نضرش أنا في الراديو كل منك أنت شوا ولا شنو؟ لا شوا مني أنا كاو قلقت طارت النفعة من الكورة كاو. أسو بوان معناها علاش؟ يز اللي شفته في الكورة بما فيه الكفاية. شبي الملاعبين الكل يحكي نفس الكلام، أسو بوان خايبين، خايبة الكورة. الحقيقة ولات خايبة برشا، سيرتو بعد الثورة ولات ثم شيء يعجب في الكورة. فوضى. فوضى كبيرة، فلوس ما ثماش، نيفو نتاع الكورة طاح. دونك قاعد خيرت باش نبعد ونرتاح وكا. باهي اش تعمل توا؟ توا قاعد عندي في لي ديبلوم تاعي وان شاء الله ربي يسهل، على الاقل واحد كيما بعد على الكوره كجوار. مش تبعد بين اخوياك، ماشي مازلت في قلب الكوره. هيك هذه حاجه بعد في دم الكوره ما نجمش بعد عليها الجمله. اما نحكي كجوار خيرت باش نبعد خاطر حسيت روحي ما عادش نجم نعطي، كنت نجم نكمل 3 سنين 4 سنين اخرين، مي انا خيرت باش نبعد. توا دومين واحد اخر نخمم باش نولي انترونور وان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. علاش تاع التدريب؟ بس ملاعبين يمشيو مثلا يخيروا التحليل، فهم ملاعبين يمشي اجون، انت علاش الشوا تاع التدريب؟ انا نحب التيران، نحب ديما نكون موجود في التيران. نصور التحاليل ما نحكيش برشا، ما نتكلمش برشا، تشوف ما نظهرش برشا في الميديا حتى كي كنت نكور. ديما خير ديما نكون موجود سير تيران، ديما نحب روحي قريب من الجوارات. وكل الستريس هذاك وكل نتاع الكوره ديما نقعد نحش. قلت لي قبيليك بديت تعدي في الدبلومات نتاعك، كيفاش بالضبط؟ بديت في تونس وقلت لي في دبي ولا حاجه هكا؟ بدينا عدينا بريمي نيفو في تونس، مازلنا نستناو في الدوزيام نيفو. ان شاء الله انا توا وليت مستقر في دبي، وليت نعيش في دبي. دونك ان شاء الله دبي مارس نبدا نعدي في الاسيويه ان شاء الله. علاش في دبي؟ والله في المراه نتاعي تعيش في دبي، الخدمه نتاعها غادي، دونك خير باش نكون بحذايا غادي وباش نبدا حياتي جديده بعد العرس. ان شاء الله نبدا حياتي جديده اللي فيها الخير ان شاء الله. بلوس قلت لي فالي نتاع دبلومات الكاس ما عادش نتكلم بهم في اسيا ولا كيف بالضبط؟ اي قالوا سالت غادي قالوا لي في نتاع الكاف ما عادش راني بها في الخليج. دونك توا عندي الحل باش نعدي للسهويه وان شاء الله ربي يسهل فيها ان شاء الله. باهي من اليوم باش نعمل بيك تنكيزه حتى نرجع بيك شويه حتى البدايات تاع الكوره. كيف بديت بالضبط تحكي لنا؟ اول ما بديت صغير في تنكيزه مش بعيده. اول ما بديت في السبيخه بلادي اللي نحييهم بالمناسبه. بعد مشيت للسيوتي وبعد سيوتي مشيت من الاول في السبيخه. ساعه كيفاش اول نهار عمل مشيت عملت تيست؟ كيفاش جات الفكره بالضبط؟ لا ما عملتش تيست، كنت نلعب في سكولير، احنا في الكوليج نتاعنا كنت برمي لي مايور غادي هذيك يعني الحومه معروفين معناها كوارجيل كوارجيل كل معروفين غادي. بعد دخلت ما لعبتش برشا، لعبت 6 اشهر ولا 7 اشهر وبعد في الصيف مشيت عملت تيست في سيوتي. على السيوتي بالذات؟ والله مش انا اخترت، يعني كي جيت انا كنت نعيش في القروان، عندي خويا الكبير هون يعيش في تونس، جيت معاه باش نشوف نعمل دي تيست في جمعيات وكل. وين مشيت على السيوتي؟ مشيت عملت تيست في ستاد، عملت تيست في الكلوب ماكا، خطفت في السيوتي. خطفت في السيوتي الحمد لله، مشيت من الاول كانت صعيبه بعد استنست وبعد السيوتي قعدت عامين في السيوتي. من اول عام في السيوتي وانا كديبي لعبت دو ماتش، كنت نتذكر كنت في لي كاتيجوري كل بعد دو ماتش من اول ما جيت السيوتي من كاتيجوري كل كان انا عيطوا ليكيب ناسيونال في كديبي عند سي كمال قلسي الحقيقي. وبعد 6 اشهر صحت كونترا مع السينيور هكا وقعدت عامين في سيبتي وبعد سهل ربي مشيت الكلوب. كيفاش جاي الكونتاكت من الكلوب؟ الكلوب وقتها كان سيوس في المناعي هو الادجوان تاع سيوس في زوار. لعبنا سيوس في نعرفه من السبيخه خاطر رناني في السكولير في السبيخه.
دونك كي ولا واد جوان جينا عملنا ماتش سي او تي وكلوب افريكان في في ملاسين، عملنا 2-2 وقتها نذكر، ماركيتو مانا زوز بونت 2-2. اول ما جيت للكلوب كنت يعني كانوا يحبوا على اتاكون، كنت نلعب اتاكون، كنت نلعب ريجيسور. جيت عملت تيست، كلموني جيت عملت تيست مع الكلوب عند سي يوسف الزوابي. بتيست ما كانش اي ليه ليه خاطر سي يوسف، سي يوسف الزوابي ما كانش يعرفني. حاب يشوفني وحاب، قعدت 5 أيام ولا 6 أيام. والشيخ ما قلقوكش وخلاك تمشي تعمل تيست و... ليه ما كي تعمل تيست ما ما, قل... ما في بالهمش في بالهمش. وبعد في ما يعني كي سي يوسف عطى له كي تفهموا معاهم ومشيت للكلوب. عملت عامين في الكلوب هكا؟ 4 سنين عملت. 4 سنين. باه كيفاش تحكم عليهم؟ كيفاش تعدي 4 سنين في الكلوب؟ والله شو نقول لك، الكلوب هذا يكون مليانه صغيره، خاطر انا كلوبيس مليانه صغير، دونك هذا حلم نتاعي اللي نعرف الكلوب. العامين الاولانيين كانوا عامين باهين برشا مع 2006 كي طلعت. 2005. 2005. من 2005 كانوا عوام باهين. وبعد في من 2008 بديت ما وليتش نكور، ما عادش نكور برشا وليدي مور ليست و... علاش شنو تبدل؟ هو انت الحقيقه قبل ما نوصل هنا، انت طلعت مع برشلونه هكا، نفكر اول ماتش لعبته ديربيه هذاك 2006 ولا قبل؟ فينال كوب. لا ما لعبت اللي ماتش قبل، لعبت ايما هذاك كان يمكن كان تورنو في مسيرتك وقتها، نفكر انت عميري برقوقي اول ماتش وير ظهري توزوز انتو. انا لعبت عميري اول ماتش لعبه وقت الفينال، لعبت برشا في في الشامبيونات قبل ما يجي برتر مارشان. وبعد الماتش هذاك هو اللي ضرت فيه يعني، خاطر ما لقيت فيه فينال تونس كل تفرج. ومن وقتها بديت كورت برشا مع برتر مارشان. الحقيقة هو التغيير اللي صار، جاء عبد الحق بن شيخة وقتها. مالغري هذا كنت في الكيب ناسيونال اولمبيك بالاسامي اللي كانت في الاولمبيك وقتها، كنت نلعب تيتولير وما نلعبش في الكلوب، كنت ديما اورليست ولا على البنك، وديما وكي نجي للكلوب ما نلعبش، نلعب تيتولير في الكيب ناسيونال على سبب خارج الكرة. اللي هو لا انا جبت نحكي فيه مع شكون هو؟ مع بن شيخ. اسبوع ما يضحكاش معناها. يلمح لنا شوية، يعطينا حتى شوية تفاصيل. ما هوش تابع الكرة. باهي. سبب يضحك. تي تعيط صحيح. ما هوش يسمع فينا بن شيخ ما يصيرش. لا لا ما عنديش مشكلة معاه، ما هو يعني الشوا نتاعو ما كانش كرة، راه ما كانش كرة وين. ما كانش على الكرة. نتحمس وليتي انا غلط يعني، من نتحمس وليتي ما كان. اي تعرفت معاه شنو؟ لا لا عندي حتى مشكلة معاه. انسان بيناتنا كالاحترام، نقدر نشوفه نسلم عليه. هذا شوا نتاع دايما ندخلش في شوا نتاع اونترينور، هذا هو حر فيها. ما انا ك ك كبري مانيش نعرف متاكد 100%. انا كي ما كنتش نصور ماهيش امور كرة. ثم سبب باخر، انا نعرفوا القراب اللي جوارات، القراب اللي الكل يعرفوا اللي كانوا عايشين معنا في 2008 يعرفوا شنو السبب بالضبط. تيكا باجي تعديت هذه. باهي، مغادرتك الافريقي كيفاش كانت وقتها بسبب بن شيخه؟ كيف لا جيت، هو عطى ليستا اللي باش يخرجوا في 2009. جيت قالوا لي رجعنا في البريباراسيون، قالوا لي راك اور ليست. ما حبيتش نخرج خاطر بالطريقه هذيك، ما حبيتش نخرج. جي لو شونتر، جي ترينت مع 3 سيونس، قال لي تمشي معايا للستاج في عندرا. مشيت للستاج، لعبنا ماتش اميكال، وانا وقتها تفهمت مع القروان باش نمشي. سي مراد محجوب كلمني وقتها، صاي باش نمشي. مشيت والجواريت الكل اللي معايا والمسؤولين يعرفوا هذا. لو شونتر قال لهم لي ما يخرجوش، يكملوا معايا ما يخرجوش. انا صاي وقتها صاي، انا ما عادش مرتاح، ولا نحاول خيرت باش نمشي نلعب برشا، باش نمشي اكسبيريونس جديده. لازمني نخرج بعد 4 سنين في الكلوب. الحمد لله واحد خلى اسم بي ويقدر بي، مشيت عملت تجربه جديده في قروان. المشكلة مع بن شيخ يقولوا انت كنت معناتها مش صحيح، اللي كنت محمي من حلفة من قروان اللي فيه مثلا زهير حلمي حماية تسعد الله يرحمه. الله يرحمه.
ليه ما كانش ثم حلف؟ ليه انت من احسن الجروب اللي عشت فيه في حياتي هو في البريود هذيك في الكلوب، كان فيه احسن جواريت، كان فيه جو احسن جو عشته في حياتي في الكوره. يعني معناش لك اللي لا عندنا جروبات، لا عندنا ذوما جماعه القروين، لا ذوما كنا الكل خيان، كنا جروب واحده. طيب بالعكس كنت انا محبوب في الجروب، خد ديما نعمل جو، ديما كالضحكه، ومن ما عنديش مشكله في الحكايه هذوما. مال متعلقه بك انت بهذه الحكايه؟ لا بي انا كان متعلقه بحتى واحد كان انا كان بي مشكله الفيبات خارج الميدان. اي هو شو هذاك اما غلط؟ علاش غلط؟ غلط انا نستعرف تو سي وفيه يعني اي كمان كنت شيء مو تعمل عادي نحكيو فيها في كثير غلط برشا وعملت برشا غلط وندم عليهم ونتحمل مسؤوليتي. اما في الحكايه هذه بالذات والله لاني فيها الحاجه اي ما دام فهمت حسب ما فهمت وصل الكلام على بعض الملاعبيه، فما حكايه نتاع عدم انضباط وانت قالوا برهان منهم وانت ما كنتش منهم هكا؟ لا مش برشا انا الحكايه فيها انا كاو اي تجبت فيها انا كاو وانت ما كنتش فيها والله عندي حتى دخل في الموضوع اي هكا فهمت باهي. بين الفريق مشيت للشباب، تصور احسن شوية عملته في حياتي انك خرجت من الكلوب؟ لا 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 تي الكلوب ماذا بيا نقعد فيها حياتي كامل. احسن شوية اللي انا اخترت القروين باش نمشي القروين عليه رجعت الفورمة بون وقتها صحيح. كما يقولوا قروين راهي بلاد الكرة، الناس تحب الكرة وتشيخ تبدا تكور مرتاح تعمل جو، وان بليس مع انترونور اللي نحترمه برشا ونوجه له تحيه ونحبه برشا سي مراد محجوب. لقيت راحتي، لقيت روحي، رجع لي لونفي نتاع الكوره، لقيت ناس في قروية الناس حبتني برشا مالغري البدايه نتاعي كانت صعيبه، والحمد لله عديت عام كبير وندمت اللي خرجت من قروية الحقيقه. اللي مشيت للسونس ندمت معناها؟ علاش؟ ندمت برشا، ما كانش شوا غلط. مش الاسبيرونس جامعية كبيرة يعني الناس كل كاي جوار يحب يلعب في الترجي، اما انا بالنسبة لي انا كان شوا غلط برشا. في ال مش يعني الاسبيرونس كانت فيها افكتيف كبير والبلايص ما تنجمش تتفك بالساهل. في جويل 2010 الاسبيرونس وقتها هذا تشامبيونز ليج ولا قبل؟ لا لا قبل. العام اللي خسرنا فيه الفينال مع مازيمبي. ليكيب اللي فيها الدراجي والمساكني كانت افكتيف كبير والبلايص ما كانتش ما يعني ما كنتش تفك بلاصتك بالساهل، جوارات باهين، ايكيب باهيه. لعبت شويه ثم برشا حاجات صاروا في الاسبيرونس. ما صحيح انه وقتها باهي من الحاجات اللي صاروا انه فوزي وقتها كان رافض جي فوزي بنزرتي كان مدرب. لا سالوه قال راني ما نجيب الجوار مانيش راضي عليه. كان راضي عليه ما كنتش نجم نتصور مع سي فوزي بنزرتي ما يلعبش واحد ماهوش راضي عليه. مش صحيح معناها؟ لا مش صحيح لعبت انت ما تحبش تحكي انا قاعد نخمن. الملاعبيه الكبار في الاسبيرونس رفضوك؟ لا. شنو هما الحاجات اللي صاروا؟ لا 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 ما هذا اللي قلت لك من الحاجات اللي انا نتحمس وليتي فيها، خاطر انا كي خرجت من الاسبيرونس مش امور كره. انا اخر ماتش لعبته مع الاسبيرونس كونتر القروين ماركيت انا الدوزان اللي في الاخر هذيك، يعني هذيك اخر ماتش وهذيك الماتش تضربت فيه بعد خرجت من الاسبيرونس. انا خروجي من الاسبيرونس انا نتحمس فيه مسؤوليتي كامل. انت غلط معناها؟ انا كامل انا غلط عليه امور ديسبلين. انا البريود هذيك خرجت شوية على السكة يعني مش كذا ما يوم بليسي وعندي برشا وقت فارغ وكل خرجت شوية على السكة صبوا بيك رغم اني الحكاية هذي في الاسبيرونس انا فيها 9 جواريت ولا 8 جواري هزيت انا الحكاية خاطر كل شيء يصير في داري يعني اللمة والقاعدين الكل في داري وهزيت انا الفاتورة كل جاو قالوا لك يزي وقص الكونترا ولا كيفاش بالضبط؟ يعني مشيت قالوا لي باش تخرج باش قالوا لي ما عادش باش تقعد معانا عطاوني بروبوسيون تاع جمعيه باش نمشي بري وقت بري الثوره هذيك اللي تويلت برشا الحكايه. انا ما حبيتش نمشي خاطر في البريود هذيك نحس في روحي يعني في نيفو نتاعي طلع في الكوره وحسيت روحي النجم نكور في
في اي جمعيه في تونس مهما يكون اسمها في البريود هذيك نتاع 2009 بعد عام القروي. ما حبيتش نمشي. جا سي نبيل معلول حابني نرجع في الجروب، واللي يحب يقول العكس هذا يتفضل يتكلم. حابني نرجع في الجروب، انا ما عادش نحب نرجع خاطر صحيح ما عادش ماني من اللي مشيت ماني مانيش مرتاح جملة، نحس البلاصه مش بلاصتي يعني ما نجمش نكون موجود غادي. هلا غالب خاطر كلوبيست هي ما احتراف بالهين معناها والله اخذ احتراف ما ياسر صعيبه الحكايه. انا من مره نخزر لها سنه مثلا انا كي خذيت القرار نتاعي صح في الاسبيرونس ما خممتش بالعاطفه، خممت في كاريري انا باش نقدم ونمشي. ما تحب ولا تكره الاسبيرونس برمي اللي جمعيه الكبار في تونس، اي جوار في تونس راه يتمنى يلعب في الكلوب الاسبيرونس هذا سواء كان كلوبيست ولا مكتشخ ولا ما هذا ريان هذا ريان. بعد ما تعديتش الحكايه كي تحكي الحكايه كما هكا نتاع عدم انضباط والهين تنجم تكون ظلمت روحك كنت تعمل مسيره خير برشا وكنت نعمل خير برشا متوا تندم بعد قادش من عام هكا ولا مش حتى بعد قادش من عام بعدها هي بريود صغيره يعني تحس روحك اللي ظلمت روحك وكنت نجم تعمل حاجات ما خير. تيش تاع صغر قايدوه على ذاك قايدوه على تيش تاع صغر بي. شنو الفرق بين الاسبيرونس والكلوب؟ لعبت فيهم الزوز انت؟ والله شوف الزوز جامعات كبار، الفرق الوحيد اللي انا ديما نقوله وقلته قبل وديما نقوله هو الفرق في الاداره. النظام اللي في الاداره نتاع الاسبيرونس هو اللي خلى الجمعيه تهز في التترويات هذوما وكل. الكلوب انا نتصور بالجمهور اللي عند الكلوب وكجمعيه وكل شيء كان جاي عندها اداره منظمه، ما نقولوش انه منظمه برشا حتى 60% منظمه. في تترويت وراي تلعب في الأفريق أنا نبهت جمعية فيها جمهور عند جمهور نادي الفريق ما هيش قاعدة تهز في تترويت بالصفة ولا الاسم اللي اسم نادي الفريق كانت نجمة تكون خير بارش. أنت لعبت فيها وتعرف من قريب شنو فما علاش ديما المشاكل موجود نفس المشاكل من اللي أنا وقتها في الكلوب التوى هما بيتهم من الإدارة الفلوس من الفلوس هي بيدها المشكله في اللي اداره كل واحد يجبد للروح وما يخمم حتى واحد في الجمعيه كلها راه ثم برشا. انا قريب عارك بين المسؤولين في الجمعيه انا على الكوره مصحاب الكل كلوبستي يعني نقعد مع المسؤولين نقعد مع جواريت نقعد نفس المشاكل نفس الحكايات الفلوس كل واحد ما يحبش الاخر هذاك صاحب ولزمه يكون هذاك صاحب ولزمه ما يكون هذوما هما المشاكل هذوما الكل هما السبب باش خلاو الكلوب تهز شامبيونا بعد كل 5 سنين 6 سنين اللي هو بالعكس كانت اللي جمعية عندها جمهور هذيك كل نورمال مورا كل عام مينيموم تيتر كل عام. وين خذيت حقك أكثر بالغاية؟ والله جمعية كل اللي لعبت فيهم بصور مش خذيت حقي يعني حتى واحد ما عمل لي مزيج ثم حتى واحد جاء لعبني وأنا ما نسقفش نلعب في الجمعية اللي لعبت فيهم الكل كنت انا بارمي لي ميور في الجمعيات اللي لعبت فيهم الكل بشهادة العباد وبشهادة المسؤولين بشهادة الملاعبين اللي كنت معاهم الحمد لله راضي على اللي عملته هكا. كنت قريب برشا من الاسعد الله يرحمه الله يرحمه ما مازال كنت عادي 14 جانفي الذكرى نتاع وفاته. شنو تنجم تتمنى برهين على الاسعد انت كنت قريب له برشا؟ والله يرحمه قبل كل شيء الاسعد كان صاحبي برشا كنا ديما مع بعضنا في ليزونتريمون في الطاجيت في البرة من الكوره كنا ديما مع بعضنا. انسان راجل ياسر كريم برشا يمكن ما نذكرش انا جوار كبير كان ينصح في جوارات صغار ابار الاسعد حد ما كان ينصح حد ما توا تبدلت الكوره توا الجوارات توا لقاو شكون ينصحهم وشكون احنا ما كانش حتى واحد ينصح فينا كنا نكور وكا وحتى كي نخرجوا من التيران مع اصحاب كان كنت قاب التيران لسعد حكم كان اكبر منا شويه ما حسبنا كاخواته الصغار كان يعاون فينا برشا كان يقف معنا برشا اللي يستحق اي حاجه يمشي لسعد وما كان يبخل على حتى جوار الله يرحمه. عندك علاقة مثل مرته توا ولده؟ اي نحكي ولده كان معي اصحاب تطلع عليهم عندي برشا ما شفتوش اما صاحبي خليل كان معه ولد الاسعد وقابلته تو كنت معه. يقولوا ملاعبي ولا لا؟ والله ما تفرجتش اما اللي يحكي له عليه الكل قالوا لي راهو باهي في الكوره اما انا ما تفرجتش عليه. فهمتك.
باهي في 2015 ابراهيم بعد ماتش الكلوب والمستير صارت مشكله بين بينك وبين جمهور الكلوب وقتها نتفكر تشيل الزمرلي على الديكلاراسيون شنو صار وقتها؟ مش مشكله مع الجمهور والله شوف انا كل ما نلعب كونتر الكلوب ماش تجيب الزهر ولا كل ما نلعب كونتر الكلوب نعدي ماتش باهي عادي ماتش يعني ندافع على المريول اللي لابسه مهما مهما مش خاطر يلزم نوري روحي كونتر الكلوب انا هكيك تجيب ماش بطبيعتها نجي عادي ماتش باهي نبدا نجري نبدا نتاكلي نبدا ما نعرف شنو هذا واحد من الجمهور ما كانش ثم جمهور الكلوب كان شويه خاطر ويكلو لعبنا كان شويه واحد وكل مره نفس وانا نعرفه العبد هذا نعرفه في البارك يعني تعرفه شخصيا ما نعرفه حتى من صوته من غير ما نخزرت له نعرفه قاعد يسب لي في يومي ما ثمش عليه سبينا ذيك الكل خاطر انا نلعب ندافع على ريول مستير نعطي 100% مع الادفيرسير الكلوب اي جماعه انا كي جيت خارج في شونجمون يا اخي وزاد سب لي يومي خاطر تخيل انت استاد فارغ و يعني كل شيء نسمعه انا خارج وزيت سب اليوم وليت انا سبيته ما سبيتش جمهور الكلوب عمري ما نسب جمهور الكلوب هو انا الانسان هذاك اللي سبيته واضح باهي قبل ديك قلت توفى لوكات لوكاتور جونفي الاسعد الله يرحمه توفى لوكات جونفي وتحيه لتمارين واجدين زاكروبا من شمس فهم هي اللي صلحت انا بون زلت لسان باهي برهان لعبت في قفصه المستير استاد الشبيبه بني خلاد السيوتي نعرفش نجم نقولوا ملاعب نتاع جمعيه اللي تلعب على الطيح يعيط لبرهان غنام ولا لا تقلقك اخي هذي ايه ما قلقنيش هذوما الجمعيات اللي جبتهم نصور بتاريخهم عندهم تاريخ في الكوره هذا شوا انا مانيش نادم على حتى جمعيه لعبت فيها نتصور عرفت برشا عباد قروين قفصه مستير هذوما جمعيات كبار جيت اعطيها انت خاطر السيتياسيون تاع جمعيات وقت اللي انا مشيت لهم هما جمعيه تلعب على الطيح على غال قروي ما الأول عام شي تلا ما كانش تلا بعطيها كمان السيزية من العام هذيك 2009 كا باهي تك صحة بهنا مازلنا مواصلين حتى الخمسة متاع عشية 4:30 وقت الأخبار مع زميلتي فدوى الترك نبدأ الأخبار بعد شوية نحلوا صفحة دربي العاصمة غدوة بين الكلوب والإسبيرونس كونسي إكسبريس موعدكم الشهري لكل المهتمين ببعث المشاريع